السلام عليكم وأهلا ومرحبا بجميع محبي الطيور في كل مكان. اليوم إن شاء الله سوف أضع الأعشاش في سلة الحسون. بسم الله. نحن الآن في أوائل شهر مارس، وهذه هي فترة التزاوج عند الطيور. هناك من يضع الأعشاش في شهر فبراير أو أواخر شهر يناير، وذلك راجع لجهوزية الطيور. أنا لم أريد الاستعجال في وضع الأعشاش حتى أتأكد أن الطيور عندي في السلاكة جاهزة، والآن بفضل الله هي جاهزة تقريبا 90%. أنا أعتمد في جهوزية الطيور إخواني على الاستحمام اليومي والتشميس، وأيضا الحبوب المختلطة والخص والبيض المسلوق والباطي وخلطة اللوز والعسل. هذه هي خلطة اللوز والعسل، أضيف عليها القليل من الخروب المطحون، فهي جد مهمة في تسريع جهوزية الطيور، وأيضا بذور الشيا، وأيضا أعطيهم مرتين في الأسبوع الزنجبيل مطحون في الماء. هذا هو الزنجبيل هنا في المشربية، ولا ننسى أيضا نبتة الحريقة ونبتة التفاف، فهما أيضا ضروريان للطيور وخاصة طيور الحسون. الآن سوف أقوم بتجهيز الأعشاش. هذه الأعشاش التي سأقوم بتثبيتها داخل السلاكة. أحجامها مختلفة. بالنسبة لمواد التعشيش سأضع لهم خيوط الخيش، هذه خيوط خيش معروفة لدى المربين، وأيضا صوف الغنم والفلاص الذي يستعمل في الجبس والقطن. بالنسبة لخيوط الخيش هذه والفلاص فقمت بتقطيعها تقريبا 6 سنتيمترات إلى 8 سنتيمترات، وهذه هي الأعشاش قمت بتثبيتها في هذه الأغصان أو هذه الفروع الصغيرة. سأقوم الآن بإدخال هذه الأعشاش إلى السلاكة وتثبيتها في أماكنها، وسأزينها بفروع شجرة الصنوبر هذه لإخفاء وتموه الأعشاش، لأن الطيور تحب الأعشاش المخبأة. قمت بتثبيت الأعشاش في زوايا السلاكة كما تشاهدون. لم يبقى الآن إلا تزيينها. قد انتهيت أصدقائي من وضع الأعشاش داخل السلاكة. وضعت هنا واحدا وهنا، هناك وهناك، وأيضا في هذا الجانب. وضعتهم في أماكن متفرقة. الإناث ستختار الأعشاش التي تريد. فالطيور تحب الأعشاش أو الأماكن المخبأة. وضعت داخل هذه السلكة 7 أعشاش، مع العلم أني لدي 4 إناث. من الأفضل وضع عدد كثير من الأعشاش، فالإناث كما قلت ستختار الأعشاش التي تريد، والباقي ممكن أن نزيله. أما مواد التعشيش فقد وضعتها هكذا
كما ترون من الخارج. وأيضا القطن وضعته هنا وفي هذه الأماكن. أتمنى أن يكون هذا الموسم موسم موفق لنا ولجميع المربيين، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.